شاء الله هذا التخصص هذا غادي نستفدوا منه جميع، وتنأمل ان الامر ان النساء اللي يسمعونا اول شيء هما ما يفوتهمش الفحص يعني ديبيستاج، انهم يمشيوا عند الامراض عند اطباء نسائيه ويعملوا لو ديبيستاج كوم يل فو، وانهم ما يبقاوش والامراض والنساء اللي تيمرضوا بامراض السرطان ما يبقاش ان هذاك التخوف من مرض السرطان. مرض السرطان غير قاتل ماشي هو المرض القاتل دابا، يمكن لنا نعالجوا غالبية أمراض السرطان في الحالات المبكرة بدرجة أكبر من 95%، وفي الحالات المتأخرة تنعالج أكثر من 70% إذا كان هناك مواكبة علاجية مع 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 الشريك العلاجي اللي هو الطبيب المتخصص. فاللي تنحب أن ياخذوا هذا الميساج جميع النساء وجميع المريضات أنه هناك أمل، وانه ما في التواصل مع الطبيب ديالهم يكون هناك واحد التواصل دقيق في الامراض، وانهم يفهموا النوع ديال البيولوجيه الامراض اللي عندهم، لان البيولوجيه المرض اساسيه في العلاج، وكل علاج تيكون على حساب البيولوجيه نتاع المرض. فهناك امراض تحتاج الى جراحه، هناك امراض تحتاج الى العلاج الكيميائي قبل الجراحه، وهناك امراض تحتاج الى العلاج الجراحي ثم العلاج الكيميائي او الكي. ف ثم هناك امراض تحتاج فقط الى سكون ابل تارجتينج، اي معالجه بجزيئات هدف اللي هي تتمشي ديريكت للمستقبل اللي على سطح الخلايا الورميه. فهذا كله باش نعرفوه وباش باش باش نواكبوه خصنا واحد تعمق في 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 التخصص. والحمد لله الى كنا احنا في المغرب تنأملوا انه نطوروا الطب والطب العصري والطب الحديث، فلازم نواكبوا جميع انواع التخصصات اللي هي جديده اللي ما يمكن من المريض الا انه يستفيد منها. بالنسبه للتخصص اللي هو تخصص اورام النسائيه، فهو تيجي تخصص مكمل ومعمق مورا التخصص ديال النسائيه، يعني بعد دراسه الطب وبعد التخصص في امراض النساء والولاده تيمكن للطبيب اقول اذا حب يتخصص في مجموعة من التخصصات المعمقة والمكملة، منها طب الولادات طبعا، منها الطب التشخيصي بالفحص صدى الرنين بالنسبة للحوامل عموما في مادة أمراض نسائية، أو ممكن يفوت مثلا في هاد التخصص اللي هو أورام النساء، فتولي معالج بالجراحة ومعالج بالعلاج الدوائي أو الكيميائي أو الهرموني في نفس الوقت لأمراض الثدي وأمراض التناسل، يعني النساء طبعا هي الرحم، المبيض، القنوات الفالوبية، الشرج وما إلى ذلك. أشنا هو الأفونتاج من هذا؟ الأفونتاج هو أن تصير عندك ملي تدير تخصص معمق إمكانية أنك تعرف على الأمراض أكثر، لأن بحكم بأنك تدير البحث وبأحدكم بأنك تتعلم وتقرأ يوميا أو شهريا على جميع أنواع ما استجد في العلم في هذه المادة، اللي تتخول لك بأنك هذوك المعلومات اللي خديتيهم توصلهم للمريض وفي علاج المريض. وثانيا تكون هذا التخصص زيادة على 3 سنوات بعد تخصص 5 سنوات لتقوم بمجموعة من العمليات الكبيرة والمعقدة لتتعلمهم هذه تقنيات تتعلمهم الواحد داخل التخصص المعمق، وتشوف الحالات في المركز أو واحد من المراكز اللي تكونوا متخصصين غير في هذه الأشياء. فملي تأخذ هذه التجربة الكبيرة تتعلم كيفاش يعالج هذه الامراض بخبره احسن. والدراسات اللي تنشرات بينات بان المرضى او النساء اللي تتعالجوا عند الطبيب اللي عنده تخصص معمق تيكونوا من ناحيه العلاج ومن ناحيه لا سورفي يعني العيش احسن من الناس اللي تتعالجوا عند طبيب يعني عام كذا. هذا ما معناتوش بان الطبيب المعمق
أحسن أو أقل أو الطبيب العادي أقل، وإنما هو مكمل، لأن توسكي سويفي تمشي عند الطبيب العادي، أو المرأة ترجع عند الطبيب ديالها باش تكمل هذاك لو سويفي اللي هو كل 3 شهور خلال مدة اللي هي 3 سنين، ثم كل 6 شهور اللي هي مدة عامين، بعد 5 سنين اون فوا باغون. يعني العلاقة ما بين الطبيب المتخصص في التخصص المعمق والعلاقة ما بين التخصص العادي فهي علاقة مكملة وتشاركية من أجل المريض. هذا الشيء اللي خصنا ناخده، لأن احنا كلنا كأطباء الواجب ديالنا الأول هو نشوف مصلحة المريض، فتبدأ من التواصل مع المريض إلى آخر شيء اللي هو العلاج، ثم سكون ابيل سويفي. فقط كمعلومه توضيحيه او اضافيه بان هذا التخصص للاسف مازال ما كاينش في المغرب وما كاينش حتى في فرنسا. دونك هذا التخصص كاين فقط في امريكا، المانيا، ايطاليا، انجلند، الانجليز، وان شاء الله نواكبوا مع هذه الطفره النوعيه في تحسن الجوده العلاجيه في المغرب وكذا، نواكبوا هذه التخصصات حتى في البلاد ديالنا، ولما لا نقوموا او ندخلوها في لو كورسوس يونيفرسيتير ديالنا، ويتزادوا بزاف الاطباء المتخصصين في هذا المجال، باش لان هذا ما يمكن تستفد منه الا المرضى، وفي الاخير الهدف الاول والاساسي النبيل ديال الطبيب هو علاج المريض.